السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. في هذا اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن كيفية الربح من خلال موقع اليوتيوب. طبعا هناك الكثير من الأسئلة التي ترد إلى المدونة وإلى الموقع والقناة، أنه كيف يمكن أنه الاستفادة من الإنترنت للربح ويعني تحصيل الأموال. بالحقيقة قبل مدة يعني طرحنا هذا الموضوع يعني في الفيسبوك، وحاولنا أنه نستشف الآراء الأخوة اللي عاملين في هذا المجال سابقا، إلا أنه يعني أغلب الردود جاءت يعني مخيبة للآمال. أغلب الأخوة قالوا بأنه يمكن الربح عن طريق اليوتيوب، أو يمكن الربح عن طريق مواقع الإعلانات وغيرها، إلا أنه لم تردنا أي معلومات حقيقية عن هذا المجال. طبعا أيضا بحثت في الإنترنت ووجدت أن هناك الكثير من المقالات والشروحات التي تتحدث عن كيفية الربح من الإنترنت، إلا أنه أغلب هذه الشروحات يعني كانت مضللة ومعلوماتها مزيفة ووهمية وغيرها. ولذلك حبيت أنه أشارككم تجربة حقيقية يعني أنا مريت بها، ويعني من خلالها حصلت بعض الأموال من اليوتيوب. وبحمد الله تعالى يعني في خلال أقل من سنة حصلت يعني أول ثريشولد، أول يعني دفعة من الأموال جاءتنا من اليوتيوب، واللي هي تقريبا يعني 100 دولار. هو ليس مقدار كبير، إلا أنه يعني فتشي يعني فرحني يعني بالحقيقة، هي أنه ممكن يعني تعمل في مطعم في لمدة يومين تحصل 100 دولار. ولكنه مجرد الفكرة أنه أنت تقدر تحصل فلوس من الإنترنت، هذا الشيء يعني كان بالنسبة لي فد شيء جميل، وحبيت أنه أشارككم التجربة. بداية هذا الفيديو راح يكون محفز للبعض ومخيب لآمال البعض الآخر. بالنسبة للإخوان اللي يعتقدون أنه مجرد فتح قناة في اليوتيوب راح يمكنك أنه تكسب أموال كافية أنه تعيش من خلالها، هذا الشيء يعني شبه مستحيل، إلا إذا كنت يعني مشهور جدا أو تعمل في مجال معين، راح نتحدث عنها إن شاء الله. فطبعا بعض الإخوة راح يخيب أملهم اللي يعتقدون أنه يعني يستطيعون الحصول على ربح سريع من اليوتيوب. أما بالنسبة للأخوة اللي هم يعملوا يعني يتأملون أو لديهم مشروع مستقبلي طويل الأمد وتفكير جاد في كيفية الربح من اليوتيوب، ربما هذه المعلومات راح تفيدكم إن شاء الله. بداية إحنا شلون نقدر نربح يعني الأموال من خلال اليوتيوب؟ اليوتيوب يوفر لنا فتح قابلية أنه أنت عندما تقوم بتسجيل يعني إيميل جيميل من خلاله مباشرة، أيضا تستطيع الدخول إلى اليوتيوب. من خلال يعني الدخول إلى اليوتيوب راح تصل يعني تصل إلى فتح مكان معين اللي هو ماي شانل، اللي هو القناة الخاصة بك. القناة الخاصة بك طبعا يعني راح يكون لها فد اسم معين أو رابط معين، تستطيع من خلال الوصول مباشرة إلى محتويات القناة من خلال نشر الفيديوهات يعني مباشرة، يعني من خلال هذا الموقع. مجرد أنه تنقل على أبلينك أو أبلود راح تستطيع الوصول إلى المكان اللي من خلاله تستطيع رفع الفيديوهات إلى اليوتيوب. طبعا يعني تستطيع تسجيلها في داخل الحاسبة أو تسجيلها من خلال الكاميرات ثم رفعها، وتستطيع عملها بوبليك أو غيرها من الأمور الأخرى. هذا الشيء طبعا ما يهمنا حاليا، احنا اللي يهمنا انه بعد ما رفعت الفيديوهات شنو هي الفيتشرز او شنو هي المواصفات اللي يجب ان تضعها في هذا الفيديو لكي يمكنك من ربح الاموال. طبعا اذا اجينا مثلا الى الفيديو مانجر، ولاحظنا من خلاله اكو فد شيء يسمونه المونيتايزيشن، اللي هو يعني كيفيه وضع اعلانات في داخل الفيديوهات. مثلا اذا اجينا الى هذا الفيديو، مثلا قلنا له اديت هذا الفيديو، راح تلاحظ شنو هي الفيتشرز وشنو الامكانيات اللي وضعناها في داخل هذا الفيديو لكي يعني نجعله يحتوي على اعلانات. وبالتالي هذه الاعلانات راح يعني عند النقر على هذا الاعلان، يعني هي باي بير كليك، كل واحد ينقر على هذا الاعلان راح تجيك يعني مجموعه من الاموال الى حسابك. هنا تلاحظ انه في اعدادات الفيديو احنا هنا اكو شيء يسمونه المونيتايزيشن، من خلال يعني النقر على هذه علامه الصح راح يعمل فد اعلانات تضاف الى الفيديو. طبعا المونيتايزيشن ستيتس يعني هذه العلامه الخضراء واللي بها علامه الدولار تعني انه هي مونيتايزد، يعني هذا الفيديو راح يحتوي على اعلانات، وبالتالي هذه الاعلانات راح تمكن المشاهدين انه ينقرون على الاعلانات او يهملونها. اذا نقروا عليها فانت راح تحصل الاموال، واللي هي قد تكون يعني سنتات بسيطه جدا في البدايه ولكنها تتجمع مع الوقت. يمكن ان تضع انواع الاعلانات اللي تريدها، انه سبونسرد كاردز او سكيبابل فيديو ادز او اوفرلاي ادز وغيرها من الاعلانات الاخرى. كذلك ريكوير رنتال اور بيرتشيز تو فيو، بعض الاحيان اذا اردت انه الفيديو الخاص بك انه الشخص يقوم باستئجاره او شرائه لكي يستطيع مشاهدته، ايضا تستطيع النقر على هذه العلامه. وهذه طبعا يعني تكون متاحه للقنوات الجيمرز اكثر شيء. على كل حال بعد ما حققنا هذا الشيء يعني ما ضبطنا اعدادات المونيتايزيشن، ناتي ايضا الى المكان الاخر اللي هو من خلاله نقوم بضبط اعدادات الادوير اللي هو موجود هنا عندنا بالشانل. ايضا نذهب على المونيتايزيشن، وهنا اكو عندنا فد شيء يسمونه الادسنس سيتنجز،
تنقر عليها مباشرة، راح يأخذك إلى مكان معين. إذا كان لديك أصلا يعني حساب موجود في الأدسنس راح يفتح لك مباشرة مثل ما هو موجود الآن، وإذا لم يكن لديك حساب أيضا تستطيع تسجيل الدخول عن طريق الإيميل الخاص بالجوجل اللي هو يعني الجيميل، يعني بنفس اليوزر نيم والباسورد. أيضا هنا أنا من خلال السيتنجز تقوم بإضافة المواقع الشخصية الخاصة بك، وعادة هي يعني يتم إضافتها بشكل تلقائي يعني إذا الجوجل الخاص بك. هنا أنا تأتي مثلا إلى مكان البيمنتس ماي سايتس، هنا أنا مثلا في هذا المكان تستطيع إضافة المواقع الخاصة بك واليوتيوب وغيرها من الأمور الأخرى. إلى البيمنتس تجي هنا تشوف أنه هنا أكو ثريشولد اللي هو الحد العتبة اللي يعني بعد ما تتجاوزه تبدأ تكسب الأموال من اليوتيوب. الثريشولد عادة هو يكون $100. في الشهر السابق يعني بعد ما اشتغلنا تقريبا لمدة سنة كاملة وصلنا إلى $100 وتم تحويلها إلى حسابي في البنك مباشرة بعد ما أنه تقوم بإدخال طريقة الدفع اللي تجيك أما عن طريق يعني صك يأتيك إلى عنوانك الشخصي أو عن طريق تحويل إلى حسابك المصرفي وغيرها من الأمور الأخرى. فمجرد أنه تقوم بضبط هذه الإعدادات وتلاحظ أنه هنا أنا مثلا في نهاية شهر 11 كانت عندنا $68، في نهاية شهر 12 كان لدينا $104، هذه هي اللي تم تحويلها لنا يعني إلى الحساب مباشرة. الأسئلة المهمة اللي ترد في هذا المجال أنه كم عدد الفيديوهات اللي لازم أرفعها، كم عدد المشاهدات اللي لازم أحصل عليها لكي أحصل على هذه الأموال. تقريبا يعني من خلال اللي لاحظت أنه هذه الفيديوهات أنا طبعا رفعت لحد الآن تقريبا 230 فيديو، إلا أنه في الوقت اللي حصلت بهذا المبلغ الأول اللي هو $100 كانت لدي تقريبا 200 فيديو، وكان لدينا 200,000 مشاهدة، أي أنه إذا حصلت 200,000 مشاهدة وعدد فيديوهات قد يكون فيديو واحد يحصل 200,000 مشاهدة، وقد يكون عندك 30-40 فيديو اللي هي تحصل هذه 200,000 مشاهدة. بالنتيجة النهائية تقريبا يعني 200,000 مشاهدة راح تمكنك أنه تحصل على $100 اللي هو الدفعة الأولى. وأنا أعرف أنه هناك بعض القنوات يعني ما شاء الله لديهم ملايين المشاهدات بشكل يومي أو شهري، وبالتالي يعني أحد الأخوة العرب اللي هو لديه قنوات أيضا شروحات عربية خاصة بمجال الحاسوب، يعني كما قيل لي بأنه يستلم صك يحتوي على $3,000 شهريا من خلال فقط المشاهدات في اليوتيوب، طبعا لأنه يعني يحصل على مشاهدات بالملايين. فالقضية ممكن أنه تكون مصدر دخل ثابت للناس اللي هم يحرصون على هذا الشيء ويجعلونه يعني كأنه عمل ثابت بالنسبة لهم. طبعا هو يحتاج الكثير من الوقت، الكثير من الجهد، يعني كاميرات ومصاريف والكثير من الأمور الأخرى. أغلب الأحيان القنوات اللي تحصل على مشاهدات كبيرة وأموال كثيرة هي قنوات الجيمرز اللي هم الناس يقومون بعملية ريفيو للجيمز، يعني يقومون باللعب أمام الناس ومش يعني ألعاب 3D وغيرها، ويقومون يعني عرض هذا الشيء للناس. أغلب هؤلاء الناس هم ما شاء الله يعني مشهورين ولديهم الكثير من المتابعين وملايين المشاهدات. كذلك قنوات الموسيقى، قنوات الأغاني غير هذه الأمور أيضا تحصل الكثير من المشاهدات. إلا أنه يعني بالنسبة للأخوة اللي هم مهتمين بهذا المجال أيضا يعني حاول أنه تبحث عن شيء جديد ومختلف، وبالتالي يعني راح تبني من خلال الأودينس الجمهور الخاص بك بمرور الوقت. وبالتوفيق إن شاء الله يعني المسألة قد تصل يعني قد تبدأ بالربح من خلال اليوتيوب فقط يعني في أشهر قليلة، وربما تطول سنين يعني بالاعتماد على نوعية الفيديوهات اللي تنشرها وكميتها وكذلك المتابعين والإعلانات وغيرها من الأمور الأخرى. هذا طبعا راح يكون هو مجرد فقط يعني شرح بسيط عن هذا الموضوع، وإذا كان هناك أي أسئلة أخرى فراح نرحب بها في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو، وكذلك راح يتم نشرها في المدونة وأيضا التعليقات في المدونة. أتمنى أنه يكون هذا الشيء يعني محفز للأخوة والأخوات اللي هم ينوون الربح من خلال الإنترنت باستخدام هذه المنصة اللي هي يعني جيدة وممتازة. وشكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع، مع السلامة.